وعايز اقول ان مصر كانت حاضره، والنهارده وصلت تاني طياره من جسر مساعدات مصريه للبنان، والسفير المصري ياسر علوي ابلغ رئيس مجلس النواب اللبناني بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتضامن الكامل مع لبنان، وترجمت التضامن لجسر مساعدات يتضمن طيارة كل 48 ساعة محملة بمواد إغاثية، وكمان هيبقى فيها دقيق لتعويض الخسائر اللي حصلت في صوامع القمح، وبيتم التواصل مع مستشفيات لبنانية عشان تبحث احتياجاتها، واتحاد الصناعات المصرية هيقدم إزاز وألمونيوم ومواد بنى لإعادة تأهيل المباني. طبعا على ذكر الصوامع، كان في شوية ناس تحف كده طلعوا يقول لك الصوامع الحجر اللي بناها العثمانيين هي اللي أنقذت لبنان. هي الوضع والموقف حزين، مش سامح للواحد ان هو يعلق على كلام الناس دي بالشكل ده، هم وأتباعهم من محبي الدولة العثمانية المحتلة لبلادنا سنوات طويلة جدا، لكن هرجع له. المهم، في ناس بقى زعلانة من اللبنانيين اللي هتفوا لفرنسا وبيطالبوا برجوع بلدهم تبقى تحت الانتداب الفرنسي 10 سنين. كلام الناس وهم مكلومين حاجة، وهم في وضع طبيعي حاجة تانية خالص. مفيش مقارنة بين الناس دي وهم واقعين تحت اللي حصل لهم يوم الثلاثة اللي فات، والناس اللي راحوا طالبوا الناتو ان هو يضرب بلدهم ليبيا، ولا الاخوان هنا في مصر اللي هللوا لما سمعوا اشاعة ان امريكا بعت الاسطول بتاعها عشان يضرب مصر عشان خاطر الاخوان ومحمد مرسي، ولا اللي مبسوطين بالاحتلال التركي لبلادهم. ده وضع مختلف تماما. ماكرون ما هواش الحقيقة يعني شاب كيوت وبريء جايب معاه لعب وحاجات وراح على لبنان. ماكرون راح لبنان يركب على ضعفنا، على تفككنا، على عدم قدرتنا اننا نقف مع نفسنا مش بس مع بعضنا. ماكرون عمل تحرك ذكي خلاه ناصر صلاح الدين المنقذ لبلد بقاله سنين بيشتكي ومحدش سامع له ولا بيمد له ايد العون. والعون هنا مش قصدي بيه ميشيل عون رئيس لبنان اللي رافض ان يبقى فيه تحقيق دولي في الكارثة بتاعت مرفأ بيروت. بيقول لو ما قدرناش نحكم نفسنا لا يمكن لحد يحكمنا، والسيادة اللبنانية في عهدي حسب كلامه لن تمس. يا سيادة الرئيس، يا سيادة الرئيس، السيادة اللبنانية انتهكت مش بس مست من كل الأطراف. مين اللي كان قال تحقيق دولي؟ ما هو برضو ماكرون. بس الأمم المتحدة ما جالهاش خبر إن حد طالب تحقيق من ساعة ما ماكرون طلع وأعلن الكلام ده وطالب بيه. رئيس حزب الكتايب سامي الجميل أعلن استقالة نواب الحزب من مجلس النواب، والكلام ده كان خلال الجنازة بتاعت أمين عام الحزب نزار نجاريان اللي توفي في الانفجار، ودعا كل الشرفاء إن هم يستقيلوا ويرجعوا الأمانة للشعب اللبناني يقرر مين اللي يحكمه عشان الشعب يقدر يبني وطن مستقل. قناة الـ LBC وقفت نقل خطابات ومؤتمرات المسؤولين، وده مؤشر منها إن الغضب بيتصاعد تجاه المسؤولين، وابتدت امبارح بأنها ما زعتش لقاء ميشيل عون مع الصحفيين ولا كلمة حسن نصر الله، وقالت لأن ما بعد 4 أغسطس مش زي ما قبل 4 أغسطس، لأن ما بعد زلزال مش زي ما قبل زلزال. بتقول لأن إهمالكم وتخاذلكم هو سبب رئيسي للي وصلنا له. بعد 4 أغسطس المطلوب فعل وليس حكي، إنجازات وليست خطابات، لا خطابات ومؤتمرات ودردشات وبيانات مباشرة من اليوم. تغيروا لنغير، لا تلهوا الناس في الحكي فيما تنتظرون خطابات زعمائكم على أحر من جمر. هناك أمهات ينتظرن عودة أبنائهن على أحر من الردم. بيقولوا الأولوية لهن
وليست لكم. الحقيقة كلام معبر جدا ومهم جدا. النهاردة خرجت المظاهرات في وسط بيروت، والأمن بيطلق على المتظاهرين غاز مسيل للدموع، وحصلت اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين قرب مبنى البرلمان، والأعداد زادت جدا بعد ما ابتدت الناس تشارك من كل مكان في لبنان. وقيادة الجيش اللبناني قالت إنها بتتفهم عمق الوجع والألم في قلوب اللبنانيين وصعوبة الأوضاع في الوطن، لكن بتقول المحتجين لازم يفتكروا إن هم لازم يلتزموا بسلمية المظاهرات والتعبير، وإن هم ما يقطعوش الطرق ولا يتعدوا على الأملاك العامة ولا الأملاك الخاصة. المظاهرات كانت ابتدت بدعوة من منظمات مدنية للتجمع، مدنية للتجمع، ابتداء من الساعة 4، وحصل اقتحام لأكثر من المكان فيه مباني الحكومات.